البدء بترتيبات نقل مقرات حكومة الرئيس هادي إلى المكلا بحضرموت لنشاهد التفاصيل. أكدت مصادر صحفية اليوم بدء ترتيبات نقل المقرات الحكومية لحكومة الرئيس هادي من محافظة عدن إلى حضرموت بالتزامن مع وصول الوزراء إلى مكلا حيث سيستقرون. وكانت وسائل إعلامية قد نقلت عن الصحفي المقرب من الشرعية جابر محمد القول أن نقل مقرات الحكومة قد لا يتضمن إعلان نقل العاصمة المؤقتة، في خطوة قرأها محللون بوصفها رغبة في تجنب ردة فعل الانتقال المدعوم إماراتيا. الجدير بالذكر أن وزراء في حكومة هادي كانوا قد بدأوا بالعودة إلى حضرموت، منهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة. ومن شأن وصول الوزراء إلى المكلا وليس سيئون أن يفتح تساؤلات حول الانشقاقات في صفوف شرعية الرئيس هادي، سيما مع استقرار رئيس البرلمان هادي سلطان البركاني في المكلا وليس سيئون.